أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الأسد للأسبوع ابتداء من يوم 27 يونيو إلى 3 يوليو. يبدأ الأسبوع يوم الاثنين 28 يونيو. كل العيون عليك يا برج الأسد، أنت تبدو بحالة جيدة مع المريخ في برج الأسد الخاص بك، يسافر عبر منزل الثقة ويصنع بك العقدة الشمالية في الجوزاء. اليوم يمكن تسلق الرتب واكتساب منصب جديد في السلطة، قد يعني هذا ترقية في العمل أو منصبا في مجلس إدارة مؤسسة تنتمي إليها. جرب بيعا رائعا أو انشر سيرتك الذاتية للحصول على وظيفة جديدة رائعة. وفي يوم الثلاث 29 يونيو يصنع عطارد في برج الجوزاء في منزل الصداقات الخاص بك، شبه مربع لكوكب الزهرة في برجك الخاص برج الأسد. يصطف الناس ليكونوا من حولك يا برج الأسد، جاذبيتك قوية اليوم، تجذب الجميع من الاهتمام الإيجابي. هؤلاء الأشخاص ليسوا بالضرورة أصدقاء لك، لكنهم مثل المعجبين. قد تعتقد أن الإعجاب مثل هذا يجب أن يكون التزاميا. عاطفيا أنت تمتص الكثير من الحب والجمال والوفرة هذا الأسبوع. بعد كل شيء في يوم 27 يونيو سوف تتجول كوكب الزهرة في برج الأسد وتسكب كل أنواع الطاقة النابضة للحياة مباشرة في روحك. استعد لتشعر بمزيد من الجاذبية والرغبة. وبما أن كوكب المريخ في برج الأسد يشكل سداسيا من العقدة الشمالية في منزل أصدقائك 11 في 28 يونيو، فلديك القدرة على توسيع دائرتك الاجتماعية ومقابلة الأشخاص الذين يجعلونك تشعر بالتقدير حقا. ومع ذلك قد تظهر دراما العلاقات بحلول الأول من يوليو، وهذا هو الوقت الذي سيعارض فيه المريخ زحل في بيتك السابع للشراكات، مما قد يجعلك تشعر بالانفصال عن الشخص الذي ترغب في الشعور بالاتصال به. انظر إلى ما هو أبعد عن العلاقات التي لا تعمل بالطريقة التي كنت تأملها، لأنه في 2 يوليو سيحضر المريخ شيرون في بيت المغامرة التاسع الخاص بك، يأخذك الكون إلى العديد من الأماكن الرائعة. قد تعيقك الشراكات الراكدة. قد تتعامل مع الكثير من التغيرات بحلول نهاية الأسبوع. بينما يتجول المريخ مع أورانوس في منزلك العاشر الطموح، قد تشعر بأنك مدفوع لجعل أحلامك حقيقية. اجعل العلاقات التي تعطيها الأولوية هي تلك التي تجعلك تشعر بالدعم. مهنيا قد تشعر بمزيد من الثقة والاستعداد لترقي البركات التي يتم تقديمها لك هذا الأسبوع. بعد كل شيء دخلت فينوس برج الأسد في 27 يونيو، مما يضعك في وضع يسمح لك باحتضان الإيجابية والتمكين الذاتي، نظرا لأن المريخ في برج الأسد يشكل سداسيا مع العقدة الشمالية في المنزل 11 من مجتمعك في 28 يونيو. فقد يؤدي تمكينك الذاتي إلى فرق الآخرين والاستفادة من قدرتك على أن تكون قائدا. ومع ذلك قد تواجه صراعا في العمل بحلول الأول من يوليو، نظرا لأن المريخ يعارض زحل في المنزل السابع من الحلفاء والأعداء، فإن قدرتك على التعاون مع شخص قد لا يتفق معك ستصبح موضع شك. قد يكون الوقت قد حان لمحاولة الانفتاح على الموقف، لأنه في 2 يوليو سوف يقوم المريخ بتدوير شيرون في منزلك التاسع الواسع، مما يساعدك على شفاء قدرتك على الإيمان بالمجهول. ثق أنه سينجح. بحلول 3 يوليو قد تشعر بالإحباط من الطريقة التي تسير بها الأمور في حياتك المهنية والاستعداد للتغيير، بينما يتجول المريخ مع أورانوس في منزلك العاشر الطموح، فإنك تتخطى الحواجز. فقد تأكد من أن لديك خطة وراء كل موسيقى الروك
اجتماعيا خذ وقتا مستقطعا مبكرا هذا الأسبوع لمنع نفسك من الذهاب بعيدا في اللون الأحمر. قد لا تكون المشاكل المالية واضحة ولكنها كامنة تحت السيطرة، يمكنك التعامل معها من خلال إظهار من هو المدير. ستكون في أفضل حالاتك في المواقف الاجتماعية من الأربعاء إلى الجمعة، لذا اخرج من هناك ومزقها. ستذهب التواريخ بشكل مثالي وستجد أن معظم الأشخاص يتفقون مع كل ما تقوله. فكر في الأمور الجيدة قبل اتخاذ أي إجراء في نهاية هذا الأسبوع. قد تكون هناك عواقب بعيدة المدى تفضل تجنبها.